امبارح بالليل العشاء اتشال زي ما هو، واد الفطار شيلته. انتوا مش ناويين تاكلوا؟ شيل ياه، ده انتوا جيتوا على نفسكم قوي. أرجوك تساعدني، لازم تساعدني علشان أعرف أعالجك. مش هتعرف تعيش طول ما أنت متوهم إن في ناس عاوزة تذبحك وتاكلك. اخرج من القفص اللي أنت حابس نفسك فيه، اخرج للدنيا، شوف قد إيه هي جميلة. حتى لو في حد ذبحك وكلك، ما تنساش إن ده التمن اللي بتدفعه لرقي الإنسان من أجل الحضارة. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور نبيل. هو حضرتك كنت بتكلم حد؟ ايوه، الارنب ده ساعات الواحد يحب يكلم اي حاجه، اي حد. غريبه مش كده؟ لا ابدا، بالعكس يا فندم. هو دقيقه واحده. تحت امرك يا فندم. سيادتك كنت طلبتني؟ اتفضل اقعد على المكتب وافتح الملف ده. ما يصحش يا فندم. اقعد. حالة اكتئاب شديد وتوتر نفسي نتج عنها خوف من الفشل، خوف من عدم القدرة على إثبات الذات، وفي نفس الوقت خوف كبير من الناس. أولهم أحمد عبد الفتاح، كان موظف في بنك. في 354 على 641 في 18. كان كاتب كتابه. الجو جميل قوي يا حبيبتي. يبقى لازم ندخل جمعية بستة جنيه واربعين قرش في الشهر، عشان 640 في 12 يساوي 2 في 4 ب 8، وست في 2 ب 12، ومعنا الواحد ولسه معانا الواحد، يبقى 354 جنيه في 5.5 على 1986 في 12 قرش، يبقى المسحوب 1437. في الحالة دي يبقى 25 جنيه إيجار شقة، بعد اللجنة يبقى 35 جنيه. و12 جنيه و534 مليم قسط تلاجة، زائد 17 جنيه و300 مليم قسط سجادة، زائد 25,000 جنيه مواصلات، لأن الواحد لازم يركب طيارة هليكوبتر. إذا المصاريف 42,000 جنيه في الشهر، يبقى الواحد مرتبه لازم يبقى 43,000 جنيه عشان يقدر يحوش كل شهر 1000 جنيه للزمن. إذا يبقى 43,000 جنيه على خمسة، 43,000 على خمسة، خمسة في خمسة، خمسة في خمسة، مش معقول. خمسة في خمسة بكام؟ الله. خمسة في خمسة بكام؟ بالراحة. خمسة في خمسة بكام؟ 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 النتيجة معروفة طبعا. ده من النوع الرومانسي الحالم. مسكين. اكتشف إن الدنيا كلها أرقام، وإن الأرقام بتضغط على عقله في كل مكان. ما استحملش، انهار. وللأسف حصل له ضعف في منطقة الأرقام في المخ، نسي جدول الضرب، ولا زال ما يعرفش واحد في واحد يساوي كام. والتاني مدحت، مطرب هاوي بيلعب جيتار وبيعشق الفن، وكانت ليه آمال كبيرة، اترشح للجائزة الأولى في مهرجان الأغنية، لكن أبوه كانت رغبته إنه يطلعه ضابط بوليس غصب عنه. من حبايبي، من حبايبي،
من حبايبي. كويس، يلا يلا يلا. من حبايبي. من حبايبي. حلو. من حبايبي. من حبايبي. كويس، يلا. شغالة تاني. خد الجنن. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ محمد يوسف، شاب رياضي ممتاز. التمرين بيعمل احسن ارقام، وكان مرشح لدورة ميونخ، لكن عمره ما نجح في المسابقة. لازم تحصل له حاجة تعطله. ده أسوأ حظ في الدنيا. أول كابوريايا في التاريخ تدخل حمام سباحة. وده جنيدي. ده أنا أعرفه كويس. مش ده اللي كان جون المنتخب؟ أيوه، ومن أحسن الأجوان في مصر. النادي وراه جمهور ضخم، كانوا معلقين عليه أمل كبير. معلقين صوره في كل حتة. وآخر ماتش لعبه كان على نهائي الكاس بالليل قبل الماتش. الإزازة دي ترش منها على خط البكات. ودي ترش منها على دايرة السنتر. وعند نقطة البلنتي تدفن القرص ده. والحجاب ده تدفنه تحت الشبكة من بره. من بره، وان شاء الله ما فيش كوره هتهود ناحيه الجول. كل الكور هتطلع اوت. اعتبر الماتش في جيبك. من على بعد 60 يارد هيشوط في الجول. ياه، ضعيفه ضعيفه قوي. مش معقول، مش ممكن تخش الجول دي كمان. جول 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 جول. يخش فيه 22 جول في ماتش واحد. لكن ايه، زي ما دايما بنقول لكم بقى، الكورة جوال. الله، ينزل ساب الملعب طالع بره. الله، فعلا طالع بره. حاجة ما حصلتش ابدا، ما شفتهاش ابدا. لازم مش طبيعي ابدا النهاردة. مش عارف، الله اعلم، يمكن حصل له حاجة في عقله. فعلا انا بدي اكلم الحاجه غلط. اه قطعا، دفنوا تحت الشبكه من جوه الجون. اوف كورس. باي باي يا باي باي باي. كان الله يرحمه محمد عبد ربه والمدارس السعوديه، واحنا في الثانويه بنلعب معاه. كنا نلعب الماتش ساعه ونص، ويمكن في اكسترا تايم. واليخا ايه، ولعب ايه، وبيحدف نفسه ودايفز ويطلع، والكوره تو ما مسكها بصدره زي الحديد ما تقعش منه. الجول ده ليه مميزات خاصه؟ يبقى شجاع
ويبقى عنده لياقه ويقدر ينص ويقدر يمسك بايديه الاثنين ويقدر يلعب برجله. ادي الجوال اللي احنا بنعرفها وبنشوفها. لعيب يخاف من الكره من يوميها. يا ريت. ده بيخاف من اي حاجه مدوره. الناحيه الطبيه علاجهم انتهى، بس انا متخوف لو حذفناهم وسط المجتمع مره واحده واحتمل جدا انهم يرجعوا لنا بكره. والحل مش عارف. ما هو ده الموضوع اللي كنت عايز اكلمك فيه. لو سمحت لي يا فندم، انا بقترح اننا نرجعهم المجتمع بالتدريج وتحت الملاحظه برضه. لازم يقعدوا في مكان هادي ويبقوا قريبين من الناس في الوقت نفسه. طيب ولو حد فيهم ما تخافش يا فندم، انا واثق من نجاح التجربه دي جدا، بس تحت شرط انك تفتح عينيك ولو حصل لهم اي مضاعفات ترجع بيهم المستشفى على طول. طبعا يا فندم، بس سيادتك تؤمر لنا بالرحله فورا. انا موافق، وانت تفتحهم في الموضوع فورا. شكرا. خلاص زهقتوا مننا؟ عايزيننا نتعب تاني؟ احنا ما صدقنا جينا هنا. هترجعونا تاني نعيش مع المجانين اللي بره؟ بلاش اسكندريه يا دكتور، نروح حته ما فيهاش كابوريا. ما فيهاش ميه. والنبي تفتكر هنروح فين في الصيف؟ اسيوط. دكتور اسكندريه مليانه ماتشات دلوقتي والدوري الصيفي ابتدى. هنروح في حته ما فيهاش كوره. ارجوك يا دكتور، مش بس الكوره اللي بتتعب اعصابي، اي حاجه مدوره. وانت عارف اسكندريه. ارجوك انتوا تسمعوا كلامي، اوعدكم لو اتضايقتوا ترجعوا هنا فورا. ما تعتبرنا رحنا وتعبنا ورجعنا. يا دكتور يلا انت هو بلاش كلام فارغ، هتقعدوا هنا على طول ولا ايه؟ يلا ضبط شنطكم. ايه يلا اللي يشوفنا واحنا لابسين اسود كده يفتكرنا طالعين القرافه، مش رايحين نصيف. مش عايز كتر كلام، نلبس اللي نلبسه واحنا احرار. نفسي اعرف احنا لابسين اسود ليه؟ مين اللي مات لنا يا بابا؟ الفضيله ماتت، الاخلاق ماتت. قرايبنا دول يا بابا؟ قرايبي انا الحاجتين الوحيدتين في هذه الدنيا الفانيه اللي انا عايش علشانهم ماتوا اندفنوا، عشان كده لازم نلبس اسود. بس انت لابس ابيض يا بابا. لا انا لابس جرافطه سودا وبس. خلاص ومش عاوز كتر كلام، لحسن وديني ارجعكم تاني، فاهمين؟ يعني عربيتي عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ قوي قوي اتفضلوا. ميرسي. يلا يا طنط. اسمي ناجي عبد السلام. محسوبك حسن حقنة، احسن تمرجي في مصر كلها. اهلا وسهلا. دكتور نبيل عبد الهادي. اهلا. ودي عمتي الانسه عايشه. اسمحي لي يا فندم اقدم لك الدكاتره. مدحت، محمد، جنيدي، احمد. اهلا وسهلا. بشغل مدرسه رياضه. رياضه؟ حساب يعني ارقام؟ لا 1999 مع المعنى الواحد بمعنى الواحد. لا 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 يا دكتور ارجوك وقف وقف يا اسطى، نزلوني هنا، عايز ارجع مصر، عايز ارجع دلوقتي حالا. ايزي ايزي حسن. اهدى اهدى اهدى. انا قصدي مدرسه رياضه العاب، يعني العاب. ايزي ايزي. معلش يا مدام، اصله عنده حساسيه ضد البرتقال، والتاني عنده حساسيه ضد الرياض. ماجي ما تيجي ننزل من هنا احسن، بقى اللي حجني حساسيه في العربيه دي. ايزي ايزي قربنا نوصل. وحضراتكم بقى احنا لجنه مكافحه تلوث البيئه تبع وزاره الصحه؟ لا،
تبع مكافحة المخدرات. أي خدمة؟ أنا عبد الحفيظ المتحفظ. أهلا. المفتش السابق بالتعليم الخاص، ودول بناتي. الجناح اللي حجزاه عيلة الكفراوي من هنا يا فندم. كفراوي؟ مش حضرتكوا جايين تعزوا في عبد السلام بيه الكفراوي؟ من هنا يا فندم. الأسرة حجزة جناح المعزيين، مين هو؟ إحنا مش جايين نعزي يا فندم. احنا جايين نصيف. صيفوا؟ اهلا يا فندم، اهلا اهلا، تحت امركم. انا عايز اوضتين من غير شبابيك على البحر، ويستحسن من غير شبابيك ولا بحر، وعايز كمان الجيران ما يكونوش رجاله. امشي في حالك يا قليل الادب يا تلح. واذا كان الجيران ستات تكون اخلاقهم كويسه. واذا كانت اخلاقهم كويسه نجيب لحضرتك ضمان من الاوتيل ان اخلاقهم هتفضل كويسه طول الصيف. يا ريت. ومن غير شبابيك خالص، ويستحسن يكونوا من غير ابواب. يا ريت. اهو انا دلوقتي عرفت طلب حضرتك. الحاجات دي يا فندم بتلاقيها في القرافه. حضرتك عايز تربه. انت بتتريق عليا يا استاذ عشان بحافظ على بناتي؟ لازم يعني اتهتك زيكم؟ لازم اتبرج؟ يا سيد يا محترم انا ما قلتش حاجه. اخرس. انتم انتم يا من تذبحون الفضيله كل يوم. معلش. بل كل لحظه بهذا العري. معلش. اوعى. ما تفضحناش. انتم ايها الهالكون، انتم يا من ستدخلون جهنم باسرع مما تظنون. معلش. انكم تتميهون اي ترتدون المايوهات، ولا تكتفون بهذا بل تتبكبكون اي ترتدون البيكيني. لا يعجبكم كلامي. معلش. ربنا يوصف ابوكم. تتصوري ان ده هناكي مين؟ الاستاذ عبد الحفيظ اللي كان زميل المرحوم ابوكي. ينيلة. هتنزل ولا انده لك بوليس هناك ده؟ انزل. اللي اتأدب ومسخرة. خلاص من فضلكم يا حضرات، خلاص مش عايزين لما تفضلوا بقى. أيوه. خلاص يا استاذ عبد الحفيظ، حصل خير، هدي كده وروق. حصل خير يا استاذ اسامة ضابط الامن بالفندق والقائم باعمال المدير. حاك عليا يا استاذ عبد الحفيظ، حصل خير. ما تيلخت انت وهي. اهلا استاذ عبد الحفيظ، انت مش فاكرني ولا ايه؟ مش فاكرك ازاي؟ اهلا ست عيشة. مش برضه ماجي بنت عبد السلام افندي الله يرحمه؟ اهلا، ازيك يا عمي؟ مش عرفني على الحلوين دول؟ حلوين؟ نجيحة، راوية، زينب. حلوة قوي اللبس اللي انتوا لابسينه ده، بس لو كان جلد كان يبقى اجمل. لا هو لو كان حديد يبقى اغرب. لو كان بايدي كنت عملته حديد، لكن رحمة بيهم سبتهم يعملوا صوف. انا طالع اطمن على الاوض وارجع لكم هنا تاني. ست عيشة اوصيكي بالبنات لحد ما ارجع. عمو عمو تتعمل نمرة جيزاني بالليل؟ نمرة؟ امشي. اللي اتأدب. نعم، انتوا هتناموا لي هنا كمان؟ يلا يا اساتذه كله يلبس النوات. انت يا سي احمد قوم. معلش يا دكتور بلاش، انا كل الميه دي كله هيلبس المايوهات. خلاص يا دكتور، جينا اسكندريه واتضايقنا، نرجع بقى نصيف في المستشفى طراوة اكتر. عيب يا اساتذه اللي بتعملوه ده. يلا فوت قدامي.
اتفضل. يلا فوت قدامي. حاضر يا بيه. نسيت المخدة. نعم. انتوا لسه هنا؟ يلا وداني على البحر كله. وسايبين جنيه لغايه دلوقتي؟ يلا قدامي. يلا يا جنيدي يا عيش. يلا يا كابتن. جنيدي يا عيش. 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 كل حاجة هنا مدورة، كل حاجة، كل حاجة، لأن عشان جم في نص ساعة. يا جبنة عشوط عديتها يا عيل. حقنة المهدئ، حقنة المهدئ يا دكتور. لا من غير مهدئ. اوقف يا جنيدي، اوقف ثابت واهدى. الكورة اهي، هتمسك الكورة دي ومش هيحصل لك حاجة أبدا. امسك كوره، امسك كوره، خليك ماسكها. مش عارف كوره. اوعى تقع منك، اوعى. كلكم امسك يا دكتور. بص يلا. لا احمد، لا لا بلاش النبع دكتور. جنيدي امسك. هات الكرة يا جنيدي، شوتوا عليه. يا سلام يا جنيدي، يا سلام، شوطة حلوة وصد أحلى. يا واد لعيب، يا واد لعيب. النهاردة جنيدي متألق أوي أوي. صد 22 كورة لا يمكن يصدوا أبدا، أنا ما شفتش كده أبدا. أنا عاوز الأشبال اللي قاعدين جنب التلفزيون واللي تملي بكلمهم واللي عاوزين يلعبوا جوال. كل جول لازم يكون شجاع. يا سلام يا سلام يا سلام، عاوزهم ياخدوا بالهم منه وهو بيطير كده في الهواء. شفت الطرة اللي فاتت دي؟ مفيش كده ابدا يا سيدي. ده بيعزف مش بيلعب كوره. ده بيفكرني بعبد ربه جول السعديه الله يرحمه. مره عبد ربه وانتوا هتفضلوا لابسين كده على طول؟ طبعا لو قلعناهم ممكن يذبحنا. وده عيشه ايه المرار دي؟ اهو زي ما انت شايفه يا طنط. طنط عيشه يا قلبي. عايزين نقعد على البحر. بس اوعوا تنزلوا الميه. ميه؟ هو احنا مجانين؟ مساكين قوي البنات دول. اول مره اعرف ان لسه في بنات عايشه في عصر الحريم. جود مورنينج. والله كله بامره. عارف اهم حاجه في الانسان السليم ايه يا حسن؟ انه يكون بياكل كويس. لا، انه يكون بيلعب كويس. بيلعب؟ ما فيهاش كابوريا يا دكتور؟ ما فيهاش. طب مره من اول نهار لازم يعني فوت قدامي. ابي اسود.
وبعدين معاك. حاضر. ما نزلتش ليه يا احمد؟ هما كده مظبوطين، ثلاثة زائد ثلاثة. لو نزلت انا المسائل هتتلخبط ويزيد التوتر في المنطقة. هما ثلاثة زائد ثلاثة ستة، مش كده؟ بس ممكن يبقوا ثمانية. لا يا ماجيش معقول زي ما خبرك. اهلا. امال فين البنات يا ست عائشه؟ اهم قاعدين في البحر المالح. ايه اللي وداهم البحر؟ انا مش موصيك يا ست عائشه. وهما بيعملوا ايه؟ ما هم قاعدين قدامك اهم. مش كده يا استاذ عبد الحفيظ، مفيش داعي تضغط عليهم اكتر من كده، لحسن يتبعتروا منك وما تعرفش تلمهم. انا عارف بناتي كويس، مش هم اللي يتبعتروا، جايز ناس تانيه. قصدك مين يا استاذ عبد الحفيظ؟ يا ماجي يا بنتي، مع احترامي لوالدك الله يرحمه، الا اني معترض على لبسك ده. انا كمان معترض عليه، وعشان كده هقلعه. يلا يا طنط احنا جايين نصيف مش نتنكد. يا نهارك مهبب. يلا يا طنط. يلا يا روح طنط. العالم انحلت، حتى برفان كمان. بشبع على حضرتك. مش حضرتك قبل نوال؟ قبل نوال مين؟ اللي كانت بتدرس لي في ابتدائي. يتغنن؟ لا، انا قبل مديحه. قبل مديحه حضرتك كنت بتدرسيني في الحضانه. فعلا الكلام ده من حوالي 35 سنه. بس انا هفتكر مين ولا مين؟ ده انا كان عندي في الفصل 40 عيل. انت مين فيهم؟ انا مدحت يا ابله. مش معقول بجد؟ ولا كبرت يا مدحت اهو بقيت عريس. عريس يا ابله. فاكراك طبعا، كنت عيل قوي انت، كنت بترايل على نفسك وكنت كنت بعمل حاجات كتير قوي على نفسي. وبتشتغل ايه دلوقتي يا مدحت؟ دكتور يا ابله. غريبه، اللي يشوفك يقول عليك عيان. بنموزيل، مش حضرتك برضو اللي كنت لابسه الخيمة السوداء؟ الخيمة السوداء كانت الخيمة. فعلا زي ما توقعت بالظبط، اول ما شفت جسمك كنت عايمة عرفت انك بنت نكتة. ايوه يا سيدي، انا اللي كنت لابسه الخيمة السوداء. عايز حاجة؟ ابدا، بس كنت عايز احذرك ان في هنا مفتشين تموين كتير، واحد فيهم يهف مخالفة ولا حاجة. يهفني مخالفة ليه؟ بتهمة اخفاء مواد تموينية. ده انت الظاهر عليك كلامك زي الدش. بتعتبرني مواد تموينيه؟ طبعا، ده انت تتاكلي اكل. مالكيش حق ابدا تخبي الجمال ده كله. وانت على كده بتبيع ايه؟ انا جنيدي المشهور بتاع الكوره. انا مش متابعه الكوره. الحمد لله الحمد لله. تيجي نغفل سوا؟ ليه؟ اسمعك ام الخلول وهي بتغني. لا يا خادم، مش عايز اسمع ام الخلول تحت الميه. بلاش تحت الميه، نسمعها على البلاج الليله دي. ها افكر. الله، ده الجدع بتاع الحساسيه اهو. اهلا اهلا. اقعدي هنا طنط على منزل الميه وارجع لك. اوكي. تقعدي فين يا استهاني؟ دي شمسيه خاصه بلجنه مكافحه تلوث البيئه. الله، يعني انت شايفنا هنلوث البيئه ولا شايفنا يعني جايبين الفسيخ والبطيخ وحله المحشي؟ مالك يا استاذ؟ ايه مالك مش طبيعي ليه؟ مش طبيعي؟ اه انا فهمتك، ما هي بتبتدي كده، عايزه تتخانقي معايا وبعدين نتصالح وبعدين نتصاحب وبعدين نحب بعض وبعدين تخطبيني، والحكايه تمشي على العال لحد ما نكتب كاتب الكتاب، ساعتها تتفتح عليا ابواب جهنم،
لا يا حدا اطلعي من دول، انا مش عايز اتخانق معاك، اتكلي على الله. يا انت واثق من نفسك قوي، فاكر ان كل بنت هتترمي عليك؟ لا اطمن، انا مخطوبه. طب بتتكلمي معايا ليه مادام مخطوبه؟ برضه هنتخانق ونتصالح ونتصاحب ونحب بعض وتفسخ خطوبتك. فسختها من شهرين. مش قلتلك؟ والله العظيم انا عارف قبل ما اجي اسكندريه، عارف اني جاي هنا عشان اروح في داهيه. وايه اللي جابك؟ مش نازل الميه؟ حاجه غريبه جدا. انت مالك يا ست انت؟ مالك اذا كنت انزل البحر ولا منزلوش؟ جرايه يا جدع، انت هي قالت لك حاجه، انت بتتلكك ولا ايه؟ طب ودي هي نازل البحر، اما اشوف حكايتها ايه معايا الست دي. صباح الخير، صباح الخير يا ست عيش. صباح النور يا حسن يا حق، انت مش نازل البحر؟ لو علي انا انزل سبع ارض. حلو قوي كده، خدي بقى نفس طويل وطلعي في الميه. طب وحركه الايد اهي؟ ياه ده انت بتعامل الميه برقه شديده جدا، زي ما تكون جزء منه. فعلا الميه كانت حياتي كلها. ودلوقتي مش عارف. على العموم انت بتعوم حلو قوي. شوف يلا بقى وريني. ساعدني. هساعدك. يلا حط راسك في الميه. انت شاورتلي ليه وانت في العربيه؟ مش عارف. طب انت شاورتلي ليه؟ علشان انت شاورتلي. مش مهم، المهم ان احنا الاثنين شاورنا لبعض. صح. علمني العوم. انا راجل عصام يا ست عيشه، بدات حياتي من ما فيش. انا دلوقتي ممرض درجه اولى. السنه اللي فاتت خدت ميداليه الحقن الذهبيه في مسابقه العلاج الطبيعي. يا سلام. والله عارفه يا ست عيشه انا ابتديت حياتي ازاي؟ تمرجي؟ لا عيان. وصلت السنه دي والحمد لله للاعداديه، يعني كل اللي فاضل لي 3 سنين ثانويه عامه، 7 سنين كليه طب، وسنه امتياز. يعني 11 سنه الواحد يقضيهم بالطول ولا بالعرض، وابقى دكتور قد الدنيا وابتدي حياتي بقى. وانت يا ست عيشه ابتديتي حياتك ازاي؟ انا يا اخويا لسه ما ابتديتهاش. يا سلام لو تستنيني ال 11 سنه دول. ها قلت ايه؟ عايز اقابل مدير الاوتيل لو سمحت. اتفضل يا فندم، مكتب الاستاذ اسامه من هنا. متشكر. نعم. يعني حضرتك عايز 6 افطار و6 غدا و6 عشاء كل يوم؟ بلاش العشاء. بس احنا يا فندم ما نقدرش نوصل الطلبات لحد الشاليه. نيجي هنا ناكل في المطعم. ولو سمحت خلي الفاتوره باسم لجنه مكافحه تلوث البيئه. مين؟ ايه؟ عارفها، تبع الامم المتحده. طب تحب نكتب الفاتوره باسم الاستاذ فالدهايم؟ لا خليها باسم اللجنه. اوكي. الله، المايو اللي كان هنا راح فين؟ مين خد المايو اللي كان هنا؟ مين خد المايو اللي كان هنا؟ انا عايز اعرف مين المسؤول هنا. ازاي المايو يتسرق من الاوتيل؟ المايو بتاعي كان قصاد الاوضه، مسافه ما دخلت الاوضه وخرجت ما لقيتوش. طب اتفضلي استريحي، هنجيبه لك حالا. الاوتيل عمره ما حصلت فيه حاجه زي دي. اطمني، دايق ويكون عندك المايو. هو اتسرق بقاله قد ايه؟ مفيش من دقيقه. مفيش من دقيقه. كويس. ده معناه اللي سرق المايوه لم يتمكن من مغادره البلاد. انا اسامه، حصروا المنطقه، اقفلوا مداخل العجمي. يا سلام، 11 سنه، وقول قول كمان 15 سنه لحد ما الواحد يكون نفسه ويفتح عياده، يبقوا 26 سنه. لا هانت جماعه. فين يا حسن؟ جوه دكتور بيستريحوا شويه. امال فين جنيد؟ قال انه هيتاخر شويه. النهارده كنا اخر فل، كلنا حبينا كلهم. اطمن يا دكتور، ان شاء الله مش هيبقى في متاعب. متاعب؟ الظاهر انها ابتدت. رايح فين؟ دوختني معاك الليله دي. انت يا حيوان، انا شاكك فيك من الاول. يظهر انك كلب بلدي وبتتنكر في هيئه كلب بوليسي، لا بتشم حاجه ولا بتنيل حاجه، وهتفضحني في المنطقه. اسمع، أنا تعبت، هرجع المكتب.
وانت تدور على الميؤوس تجيبه وتيجي، فاهم؟ يلا خور امشي، جاتك البلا بشكلك. مفيش نزول بالليل في حظر تجول، وبالنهار كمان مفيش نزول البحر. حد قالك عايزين ننزل البحر؟ ده احنا حتى ما عندناش مايوهات، بس مية البحر مفيدة للجسم يا بابا. حاملة لكم البانيو مية بحر وتستحموا هنا. وعلى ايه التعب ده كله؟ مش عايزين بفتكر يعني. تصبحوا على خير. وانت من اهله. طيب كل واحد يرجع مكانه، افتحوا مداخل عجمي، انا هتصرف. احنا اسفين قوي يا ست هانم، بالرغم من كل الجهود الجباره التي قامت بها اجهزه الامن في الاوتيل وفي المنطقه، الا اننا مش لاقيين مايوه. ومع ذلك الاوتيل مستعد يجيب لك مايوه تاني او يدفع لك تمن. ليه؟ هو المايوه لما اتسرق كان جواه حد؟ وريني هاتي المرايه. هاتي المرايه. استني اربط لك. لقيت الحلق. يلا يا اوام. يلا ما فيش. يلا استني. لا معاكي المفتاح. استني لما يفتحش. طب افتحي بسرعه بقى. ايه ايه في حد عندي؟ في حد؟ يلا رايح. يلا يلا ورايا. تعالي يا زينب. اللهم اجعله خير. ومسموح لك تسهري بره للساعه كام؟ ده مش مسموح لي اسهر بره خالص. يعني ايه؟ هتسيبيني دلوقتي؟ لا، بس لازم نكون في السرير قبل شروق الشمس. المفروض ان احنا نايمين دلوقتي. بابا قفل علينا الباب والشباك، ولما اطمن ان احنا نمنا راح نام. طب لو صحي ما لقاكوش في اوضتكم هيعمل ايه؟ ابدا، خبر صغنن قوي في الجورنال، ادي كده اهو، بس في صفحه الحوادث. ايوه فهم. العثور على ثلاث بنات اخوات حلوات مذبوحات. الاب يعترف ويصيح غسلت هاري بيدي. انت بتهزر؟ دي حاجة ممكن تحصل بمنتهى البساطة. الله، جيتار. ايوه جيتار. جيتار بيعزف عليه موظف، بيعزف زي ما يكون بيمضي بوسطة، بيعزف بصوابعه مش بقلبه. انت بتعرف مزيكا؟ يعني بتعزف جيتار؟ شوية. ليه؟ انت بتحب المزيكا؟ اكتر من اي حاجة في الدنيا. لو كنت نايمة في سابع نومة وسمعت مزيكا جسمي يرقص لوحده. يا سلام، للدرجة دي؟ ده انا سقطت في الثانوية العامة 4 مرات بسبب المزيكا. ليه؟ كانت بتمنعك من المذاكرة؟ ابدا، جنب لجنة الامتحان كان في محل بتاع اسطوانات، احنا ندخل نمتحن من هنا وهو يدور اسطوانات المزيكا من هنا. اسيب ورقة الاسئلة وهات يا راس. نضحك. عايزة اسمعك، نفسي تغني لي لوحدي. انا ما مسكتش جيتار من ساعة ما دخلت الطب. قبل كده كان كل امل يكون مطرب كبير، عبد الحليم حافظ، موسيقار. كان بيتهيألي اني ممكن اكون سيد درويش التاني. لكن بقى من ساعة ما الواحد بقى دكتور. انت شخص غريب قوي يا مدحت. ليه يا حبيبتي؟
انت ملاحظه عليا حاجه غريبه؟ انا بالعكس ده انا طبيعي جدا. مش قصدي يعني دكتور وبتعزف جيتار وعضو لجنه تلوث البيئه. انا اشرح لك يا ستي، اصل اللجنه دي فيها من كله، بتاع كوره على موسيقى على دكتور على تمرجي. بس انا لسه برضو مش فاهمه ايه صله الكوره بتلوث البيئه. مش الكوره بتمشي في الارض وبعدين بتتشط في الهواء؟ ايوه. ولما الكوره بتمشي على الارض مش بتشيل تراب؟ ايوه. وعشان التراب فيه ميكروبات، اذا الكوره ممكن تلوث البيئه. عشان كده انت عايده في اللجنه. طبعا، وبناء على الابحاث بتاعتنا ممكن تتغير كل قوانين الكوره وكل قوانين البيئه. انت لخبطتني، مش فاهمه حاجه. يعني مثلا احنا اقترحنا حاجه في اللجنه، ان خشبه الجون لازم يتركب فيها حوض وحنفيه وصابون، بعد الجون ما يمسك الكوره يخش يغسل ايديه. انت ظريف قوي يا جنين. الله يخليك. قاعد تدش في اي هبل بس بطريقه مقنعه قوي. مش كده والنبي، احنا هناخد منه ايه؟ عشان كده انت ما رضيتش تمسك الكوره في ال22 جون اللي جون فيك. مين قالك الحكايه دي؟ زينب اختي، اصلها غاويه كوره، ولما قلت لها على اسمك عرفتك على طول. وقالت لك ايه كمان؟ ابدا، بتقول انك اختفيت بعد الماتش ده، رحت فين؟ كنت في بعثه. انما والله العظيم يا راوي يا اختي، ال22 جون دول ما جون فيا انا، لو كانوا جون فيا كنت مسكتهم. امال جون في مين؟ في الشبكه طبعا، اللي بقت تعدي من فوق ومن تحت ومن جنبي. هاروني، بقول ايه، ما تيجي نبطل كلام بقى. هو انا كلمت يا غلباوي؟ انا بستنى انك تقفل بقك من ساعتين اهو. انا طلبت منك تعلمني العوم بس. انا اسف محمد. نعم. تفتكر اللي احنا عملناه ده غلط؟ لا. امال اعتذرت عنه ليه؟ معرفش، خفت تكون اتضايقتي. انا فعلا اتضايقت بس ما عنديش مانع اتضايق تاني. محمد، في مسابقة للسباحة يعملوها بعد 3 ايام، ما تشترك فيها، انا شايفة انك بتعوم كويس قوي. انا في يوم من الايام عملت احسن ارقام في 1500 متر، بس بقالي كتير ما اتمرنتش. تتمرن ومن بكرة الصبح. تفتكر هجيب نتيجة؟ النتيجة بتاعت ربنا، المهم ان احنا نحاول. ما عرفتش اواصل معاه، طبيعته مختلفة عني، رجعت له الشبكة والدبلة. قعدتوا مخطوبين كتير؟ شهرين. واضح انك تسرعتي. لا، انا تسرعت لما وافقت على الخطوبة. ده واحد بيحسب كل حاجة أكتر من اللازم، تصور ما يكلمنيش إلا ما يقول رقم. ماجي، أنا عازمك على السينما الليلة دي. هندخل بالكون من أبو 30 ونص، وقرش معون الشتاء يبقى 31 ونص، ونتعشى وناخد تاكسي ب 17 قرش، يعني السحرة هتقفل لها على 165 قرش. للدرجة دي؟ ده بيفكرني بواحدة. ظريفة أوي البلوزة اللي أنت لابساها دي يا ماجي، بتاعة 7 جنيه وربع على الأقل، فيها قماش بس ب 5 جنيه ونص، ويجي 140 تفصيل. أعوذ بالله. ما حاولتيش تعالجيه ده؟ النوع ده ما يتعالجش، لو حاولت اعالجه هيجيلي انهيار عصبي وادخل المستشفى. فعلا حصلت لواحد صاحبي. وعلى ايه؟ انا مش مستغنيه عن عقلي، رجعت له الشبكه والدبله بدون تردد. وطبعا تلاقيه باعهم بحوالي 140 جنيه و65 قرش و4 مليم. ماجي، انت بكره بنهار هتكوني فين؟ احنا فين وبكره فين؟ الليله دي لسه ما خلصتش يا احمد. يعني ايه؟ مش هشوفك بكره بالنهار؟ هتشوفني بس مش هنقدر نتكلم، طول ما بابا صاحي يقعدنا قدامه زي الغفر. نتقابل قبل ما يصحى. ده بيصحى 6 الصبح. ما عدا بكره هيصحى 6 بالليل. ازاي؟ ده شغلنا بقى، تخصصنا. اي حد يعكنن على البيئه لازم نوقفه عند حده. حسيت اني مش عارف اعمل بيت، عاجز. قعدت تحسب لي كل حاجه بالمليم، وفي لحظه اكتشفت اني لو اتجوزت مش هعرف احمي بيتي، ولو خلفت مش هعرف احمي اولادي. قبل ما تتجوز وتخلف بتفكر تحميهم ازاي؟ طبعا. تفتكر اي واحد ممكن يحمي مراته واولاده ازاي؟ بالفلوس. الواحد محتاج كميه فلوس كتير قوي. اغلب الناس اللي بيوتهم بتنهار بيبقى معاهم فلوس كتير، البيت دي بيبقى ناقصها حاجه واحده، الحب. فعلا الحب، هندفع منه الخلو ونشتري منه اللحمه والخضار وندفع منه التاكسيات ومصاريف العيال. ماجي، انت ظهرتي في حياتي ليه؟ انا فيا اللي مكفيني. تحب اوصلك الاوتيل؟ ايوه يلا وصلني الاوتيل. لا مش قصدي اوصلك دلوقتي على طول. مال بعد ساعتين كده ولا حاجه.
مسافر؟ ابدا نايم في اوضته. ولما يصحى ويلاقيكوا لابسين كده؟ ده باين عليه مش هيصحى قبل العصر. قام الصبح فتح لنا الباب ورجع اوضته. نام تاني، جبنا له الفطار كل وهو نايم. لازم خد ضربه شمس. يبقى نقول الدكتور مدحت يشوفه. الجيتار ما يتمسكش كده يا دكتور. هو حضرتك فاكره ايه؟ عيان؟ امال يتمسك ازاي؟ معرفش. لا تعرف، بس انت خايف. بلاش يا دكتور بلاش. غريبه ان الجيتار يبقى اقوى منك. هو مش اقوى مني، بس انا مفيش بس يا مدحت انا نفسي اسمعك. ممكن؟ احنا الكلمة الحلوة اللي انتوا بتسمعوها.
شبك وارتاح وفوق الشعر الحرير كان في جنينة أحلى ولا دلوقتي أحلى لا كده أحلى بكتير لا كده أحلى بكتير يا ولاد جرأ ايه يا ولاد مالكم هايصين كده ليه يا ولاد وانت كمان حطيتي ورده ودي فيها ايه الورده بوشفه الورد في الشعر حلو بجد كان في الجنينه صوره مرسومه رسميات دلوقتي شفايف الورد قاعدين بيحبوا بعض قاعدين بيحبوا بعض قاعدين بيحبوا بعض ايه ده كله ايه ده كله الخيال ده منين ده كله في حاجة حصلت ايه هي في حاجة بتحصل ايه هي في حاجة حتحصل في التاريخ حواديت الغرامية ازاي ده حصل اهو ده اللي حصل اوهم تحيط وقال انا حاسس اني بعوم طبت ما قدرتش اقوم وانا رحت انقذ وما قدرتش اطول فصم العضلات ازاي ده حصل اهو ده اللي حصل اوهم تحيط وقال وانا حاسس زي ما تقول جابوا فيا الستين جول وانا رحت اساعده وشمني في الخشب اربع مرات ازاي ده حصل اهو ده اللي حصل اوهم تحيط وقال كل الاحساس ده هتنسوه بالكاراتيه لو مارستوه تدوله واحدة تغلبوه وتدوسوا عليه وتكوموه ها 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 بتضحك ليه انت كمان حاجة حصلت لك انت كمان طبعا حصلت لي بس بقاوم من زمان من زمان طيب ما تقول ما نزعلش ما تخافش يقول ما نضربش ريحني قول تعلمني قول يا خرابي حقول 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 لا مش حتقول معرفنا خلاص من غير ما تقول من غير ما تقول انا متهيأ لي ده استلطاف اويا يا اويا يا من غير دوران ايوه استلطاف اويا يا اويا لا ودي فيها ايه خليكوا عاقلين هو احنا يعني اجدع من مين هو احنا يعني اجدع من مين الجو النهارده امبارح كان كده وكان حلو كده وكان حلو كده احنا هنقول الحق وبكل صراحه لا امبارح كنا بنعيش في كل ده ونحس بكل ده ونحس بكل ده احنا هنقول الحق وبكل صراحه لا يبقى اكيد في جو جديد في جو جديد وبالتاكيد في حاجه حصلت في حاجه بتحصل في حاجه هتحصل بالتاكيد في حاجه حصلت في حاجه بتحصل او كده دلوقتي الاهلي حد ايه اللي انت جايبه ده جلابيه بلدي انت هتجنني طب شم وما بتشمش وقلنا عندك زكام كمان ما بتسمعش اللي السلام مايوه مايوه يا حيوان يا بجم انت ايه اطرش اقعد 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 انت مش عاجز يا احمد لما ببص في عينيك بحس ان الريحه صغيره تاني بحس ان الدنيا كلها ملكي صدقني يا احمد وانا معاك بحس بالامان اللي ياكل لوحده يظبط تعالوا اوريكم حته ضرم عن كده بلاش انت تيجي يا اخ الظاهر عليك بتخاف من الضلم انت تقصد مين بالكلام ده يا اخ ها هو هيقصد مين بالكلام اللي قاله ده بلاش يا كابتن حركات دي سيبني اي يا جماعه سيبني اه
لا ولا حاجة، تصبح على خير. أخص عليك، هسيبني أروح لوحدي؟ مش على الأقل توصلني؟ أوصلك؟ ده أنا اللي محتاج حد يوصلني. مالك يا أحمد؟ ولا حاجة، أديك شفت بنفسك. أنا إنسان عاجز، عاجز حتى عن حماية واحدة صديقتي ماشية معايا في الشارع. دي غابة يا ماجي، غابة، وأنا مش قدها. لازم أنزل مصر لله دي. أحمد أنت فاهم غلط، لو المسألة قوة كان التور يبقى مثلنا الأعلى. هي دي الحقيقة، الواحد عشان يعيش لازم يكون في قوة التور وخفة النمر. ما تكبرش المسألة، أنت لو كنت حسيت بالخطر صحيح كنت قدرت تتغلب عليهم، بس أنا ما اديتكش فرصة، حبيت أخلص المسألة بسرعة. لأني صعبت عليكي، خفتي عليا. أبدا والله، أنا ما حبيتش الليلة الجميلة دي تضيع في الخناق. اللي حصل ده حاجة بسيطة قوي يا أحمد، روق ما تاخدش ببالك. أنا بفكر في حاجة تانية دلوقتي. إيه؟ إنك بتعرفي كاراتيه، وده معناه إن الواحد لازم يفكر ألف مرة قبل ما يتخانق معاكي. أديك عرفت، أوعى تزعلي. وأنا أقدر؟ إن كنت قويا أخرجني من هذا الدش، فأنا لا أعرف كيف أرش. إني أغرق، إني أغرق. أنت جيت يا ماجي؟ يا ماجي؟ حاجة غريبة أوي، يا خبر اسود، مين اللي برا؟ أنت يا سافل يا منحطي اللي برا، أنت عاوز إيه؟ أنا حاسس إن الموسم ده مش هيعدي على خير. ما تتحرك يا باجم، ما تشوف إيه اللي بيحصل. أمال أنا جايبك ليه؟ زينة؟ دافع فيك دم قلبي عشان تقعد تتفرج عليا؟ بايخ. مين؟ احنا. انتوا مين؟ احنا الملائكة. وايه يا اخويا اللي صهر الملائكة لساعة زي دي؟ مساء الخير. مين؟ اتأخرنا عليك يا حبيبي. انتوا اتأخرتوا عليا كتير قوي، اتأخرتوا عليا 40 سنة. معلش يا حبيبي، تصبح على خير. وانت منها اوبا. ملايكة حلوين قوي. باي، تصبح على خير. باي. حلوين قوي. تعالوا تعالوا احكي. تعالوا يا راوية، حقيقة أنا في عمري حياتي ما وديتي محلك. تصوروا مدحت بيعزف جيتار. أجمل صيف قضيته في حياتي، ربنا يستر ويفضل جميل كده على طول. أنتوا ناسيين إن بابا على بعد 5 سم مننا؟ وهو هيعرف منين يا أختي؟ ما تضمنيش، ممكن يفتح الباب في أي لحظة عشان يطمن علينا. تبقى مصيبة. الله يرحمك يا ماما، طول عمرك كنت تقولي لي نعم يا حبيبي، الملائكة بتحرسك. بس بذمتكم مش كانت أول ليلة نحس فيها إن إحنا عايشين؟ أول ليلة نقدر نلبس فساتيننا وباروكاتنا والحاجات الحلوة اللي مخبيينها طول عمرنا، والنبي ده غلب. اصبح على خير. اصبح على خير. ناموا بقى. ابو علي، ابو علي، ابو علي، هتصحى بدري يا حسن. هنروح له الساعه 6 بالظبط. عايزين نديها له اوام، لو انكشفنا هنروح في داهيه. يا سيدي ما تخافش عليا، نام انت واتكل على الله. تصبح على تصبح على خير يا حسن. صباح الخير. صباح النور يا ابني. التأمين الصحي؟ ما عندناش حد هنا عيان. مش حضرتك نازل هنا فول بورد؟ ايوه، نوم واكل وعلاج شامل. النزول هنا نوم واكل وعلاج. عريلي العضل لو سمحت. بس انا مش عيان. واحنا لسه هنستناك لحد ما تعيا، دي حقنه للوقايه من جميع امراض الصيف. عريلي العضل لو سمحت. هتاخد واحده دلوقتي والتانيه بعد يومين. اعرف بس دي حقنه ايه. استنى. ما تعطلناش من فضلك،
اسكندرية فيها مليون وربع مليون مصيف، يعني لازم نفوت عليهم قبل الساعة 8 الصبح. طب ما تديهم هما في الأول وتخلينا أنا في الآخر. ما هو يا إما حضرتك تاخد الحقنة يا إما تكتب لي إقرار عن نفسك إنك مسؤول عن كل اللي يحصل لك. وإنت عارف بقى أمراض الصيف، كولر على إسهال على بلاوي كتير قوي. ده أنت تحمد ربنا إنك نازل فول بور. أخد الحقنة. يلا استعد. شفة. السلام عليك يا ابو علي يا جن. انت اديته كم سنتي؟ 15. يا نهار اسود، هو النهارده ايه؟ 3. يعني هيصحى يوم السبت. ها يلا. غريبة يا رب، عبد الحفيظ منين دول؟ بعدين شكلهم مريب قوي. اسمع، زي ما يكون عاملين عاملة. والله العظيم لا انت فاهم حاجة ولا انت عارف حاجة، بس محسوب عليها كلب بوليس بالكذب. قدامي حيوان، قدامي قافل مخي كمان بتجري بتجريني وراك. مالي تفتكر القطر فاتني؟ قطر ايه؟ انت ناوي تسافري؟ اسافر ايه؟ انا بتكلم على القطر التاني. انت لسه يا طنط في عز شبابك، يعني لسه ما كبرتش؟ 40 سنه وتقولي كبرتي؟ ده اللي يشوفك ما يديكيش اكتر من 17 سنه. نفس الكلام اللي بقوله حسن حقن. يا روحي عليه، النهارده الصبح كان عندي صداع اداني حقن. يا سلام يا ماجي لما تشوفيه وهو بيديني الحقنه بيعزف. بس انت تقدم لك قبل كده دكاتره بقى. بذمتك في كل اللي تقدموا لي كان فيهم حد ظريف زي حسن حقنه. ده حقنه مش حكايه ظرف، بس المركز الاجتماعي. مركز اجتماعي يا شيخ ارمي؟ وهو يعني المركز الاجتماعي هيلبس بيجامه ويقعد معايا في الفرندا بالليل؟ ثم انا عندي فلوس كتير، انا هعمل له بهم احسن مركز اجتماعي في مصر. هفتح له مستوصف، اجيب له دكتور على 5 تمرجيه على ممرضه، وهو بقى يقعد سلطان زمانه يدي حق. والله فكره يا طنط. يا سلام لو كان عندك فلوس كفايه كنا فتحنا بنك لاحمد. لم اكن اتوقع كل هذا النجاح في مهمتي. من المؤكد أنهم قادرون الآن تماماً على العودة إلى الحياة وسط المجتمع وبين الناس. إنهم طبيعيون تماماً وبدأوا يتمتعون بقدر هائل من الهدوء والثقة بالنفس تجعلهم قادرين على مواجهة أي متاعب مستقبلاً. إذا أردت أن تراسلنا ارسل لنا على فندق العجمي هانوفيل. الدكتور نبيل عبد الهادي. المسألة أسهل من كده بكتير. هو أنت دايما تسهلي كل حاجة كده يا ماجي. نقدر نبتدي في أوضة مفروشة وصالة وبعد كده نجهز على مهلينا. يعني مش هتقولي عايزة مطبخ ونجف وسجاد؟ لا يا حبيبي، إن شاء الله نجيبهم بعد 15 سنة. أهم حاجة إن احنا نكون مع بعض يا حبيبي. تروحي. مفيش داعي يا مدحت، مفيش داعي للكلام عن الخطوبة والجواز. ليه يا حبيبتي؟ شايفاني منفعش الزوج؟ كل الشبان بيتكلموا في الجواز تحت تأثير الصيف والبحر والموج، هو في الشتاء بينسوا كل حاجة. طب أنا بقى مستعد أخطبك وأكتب كتابي عليكي جمعة عادي. يعني بتحبيني صحيح يا مدحت ولا؟ أنا عرفت عشرات قبلك يا مديح، المرة دي أنا بحب فعلا. مستعد أنزل النهاردة مصر أجيب أهلي يخطبوكي من بابا. بابا؟ آه. مش لما يصحى الأول؟ تصور يا مدحت بقالي يومين لا هو نايم ولا صاحي. حاجة عجيبة قوي، ازاي الكلام ده؟ آخر مرة أنزل فيها فول برد في حياتي. ادوني المطبخ. بعتولي كوباية قهوة سادة، ولا أقول لك شفشة قهوة سادة بن تقيل.
اتاخرت عليك يا حبيبتي. تتاخر ولا ما تتاخرش، هو انا همك في ايه؟ تهمني في ايه؟ ده انت اهم حاجه في حياتي يا روح. كنت فين طول النهار؟ ابدا ابدا مش طول النهار ولا حاجه، انا نزلت اسكندريه ساعتين بس. كنت فين ومع مين وبتعمل ايه وليه؟ انت اتكلم قول. هعترف، هقول لك بصراحه. كنت رحت اتفرج عليك. كنت خايف عشان اطلع في شنك. وطلعت ايه؟ في شنك الحمد لله. ما تخافيش يا روح، لقيت نفسي كويس قوي. شاطوا عليا 150 شوط، صديت منهم ثلاثة بس. الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده كده كويس قوي. لازم تنزل الدوري يا جنيدي، لازم. ان شاء الله يا حبيبتي، طول ما انت معايا، لو يشوطوا عليا صواريخ على الجون لازم اصدها. جايبه لك مقالة حلوة قوي عن جون انجلترا. ها؟ بيقول فيها ايه؟ بيقول فيها ان معرفش يلعب حلو الا بعد ما اتجوز. بنت حلال، عمرك اطول من عمري. عارفه المدرب قال لي ايه؟ عارفه، قال لك لازم تتجوز واحده حلوه ويكون اسمها رويه. اسرح بيا يا حدق. والله ما انا عارف مين الحدق فينا. يا روحي. من غير وش اشوف بختي. فقت الحمد لله. حصر كتير. انام بقى. المرة دي احسن، دقيقتين و15 ثانية. لو عرفت على المسافة دي فأقل من دقيقتين اضمن الاول. طب ومستني ايه؟ يلا واحدة. يلا يلا. أرجوكم فتحوا عينيكم، هاتوا المايوهات اللي بتتسرق دي من تحت تعطيه الأرض. أستاذ أسامة. أفندم.
انا تعبان قوي من الفول بورد. زي الكلام ده، اول واحد يشتكي الشكوى دي من 20 سنة. اربع ايام دلوقتي وانا اقوم منهم انام تاني. انت حر، دي لوكاندا تنام تقوم، انت حر. بيقولوا في واحدة تانية. انا مش فاهم حاجة، انت عايز ايه بالظبط؟ مش عايز التانية، عايز انزل نوم بس. يعني ايه تنزل نوم بس؟ هو كلام عيال ولا ايه؟ النظام هنا فول بورد، عايزنا نغيره عشان حضرتك؟ يا استاذ بص لي هنا، انا جيت هنا. انا عايز اعرف ايه اللي تعب حضرتك بالظبط؟ الحقنة. الايه؟ يا محمد، محمد فندم، هات واحد معاك يشيل الفندق، طلع اوضته. يا استاذ يا محترم، يا بطلع لي برا. مصيفين اخر زمن جايين لي سكران على الصبح حضرتك. ايه زي الحال؟ ايه حكايه الاستاذ عبد الحفيظ؟ استاذ قال اللي يشوف يوم جه وعمال يخطب لي يفتكروا حمحمه الفضيله شارب لي نص وقه حضرته على الصبح. ايه اللي حصل لكم ده؟ ايه اللي حصل لكم؟ ما كنتوش كده ابدا. ايه يا استاذ مالك؟ مش عارف انام. مش عارف تنام ليه؟ الملائكه. ملائكة داخلين خارجين، حرام عليكم، حطمتوا اعصابي، الله يخرب بيوتكم. انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. حاضر يا والدي، اطمن اطمن، هتعرف تنام. اي ملاك هيهاوم ناحيتك هقصقص لك جناحه بنفسي. نبه على الملاكه ما يقلقوش الاستاذ، الله يخرب بيوتكم. انت مش فاهمني، انا مش عايزهم يعدوا عليا ترانزيت. هي الملائكه بتعدى عليك ترانزيت؟ اه. طب وانت عايزهم يعملوا ايه؟ يقعدوا معايا شويه. حاضر، من عيني دي ومن عيني دي. اتفضل انت حضرتك وانا هنفذ كل طلباتك. متشكر. الله يخليك، متشكر قوي. مع الف سلامه. عايز الملائكه يقعدوا معايا شويه، انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. اسمع، اي حد يجي يحجز تبعته له اقول اكشف عليه. حاضر. ايه دول؟ دي جوابات جايه للدكتور نبيل وجماعه اللي معاه بتوع البيئه اللي نازلين في الشاليه اللي جنبنا. وريني العلاج النفسي. الظاهر انهم دكاتره او مجانين. اهو جواب واحد باسم الدكتور نبيل وعليه اسم المستشفى والباقي باسماء عاديه. مساله واضحه خالص، دكتور ومعاه شويه مجانين، بعثة مجانين جايه الصيف جنب الاوتيل. 100% لهم يد في كل اللي بيحصل. حضرتك متاكد؟ الا متاكد، ده انا افهمها وهي طايره، بس لولا زفت الكلب اللي قافل مخي ومورطني وجايبني ورا. لو سمحت، مفيش جوابات باسم الدكتور نبيل. اه في حضرتك زميله؟ انا الدكتور المساعد بتاعه. دكتور مساعد، اهلا وسهلا. ما شاء الله، ابن حلال والله. والله العظيم يا دكتور مساعد، انا كنت عايز ابعت لك ضروري عشان اتفضل. شكرا. كاس ويسكي يا محمد. حاضر. شكرا. يا خبر يا راجل، انت صح. قال لي خدمة عندك اخ حسن. ليه يا واحد قريبي كان جدع كويس قوي، بس بيدعنك حصل له لطف، فكنت عايز ادخله عندكم المستشفى. قوي قوي ندخله لك المستشفى واخد بالي منه واعمل له اللازم. تفتكر هجيب نتيجه؟ الا يجيب نتيجه، انت عارف الجماعه اللي معانا دول. ايوه، احكي لي بقى على الجماعه اللي معاكوا دول. لو شفتهم وهم داخلين المستشفى ما كنتش تصدق ابدا انهم هيخرجوا تاني. كانوا جايين لنا اخر عيده. كان عندهم لطف؟ فيري هيفي لطف، مرض بنسميه عندنا بصفتنا متخصصين سيفير لطف. وهم خرجوا دلوقتي من المستشفى؟ والله ما تقدرش تعتبرهم خرجوا، لسه تحت الملاحظه والعلاج. يعني لسه؟ طبعا لسه، ده بقى يتوقف على التقرير اللي انا هكتبه. والراجل العجوز ده تبعكم؟ لا. ولا الاستاذ عبد الحفيظ؟ لا. امال كنت بتعمل ايه عنده في الاوضه؟ انا ولا عمري كلمته. اها، هتجيب لنا قريبك امتى؟ مش قريبي اللي هخش المستشفى، مش قريبي. انا اتجننت خالص. على خيرة الله، ما انا عارف كده من الاول. تعال انت بس وانا ان شاء الله هعمل لك اللازم. امشي امشي. حاضر. ما تورنيش وشك تاني. حاضر. خد الجوابات دي. حاضر يا بيت. ما تسكتوش عليه، ممكن تحصل له مضاعفات خطيره قوي. مجانين زي ما قلت لك، شاليه مجانين. اسمع، انا نازل اسكندريه دلوقتي، لو حد سال عليا انا في مديريه الامن. ما حدش يجيب سنه للكلب. دول مجانين وجنانهم من النار. 20 20 جاي.
ماجي. ايوه شوفي. ها الجماعه فين؟ هناك قاعدين في التراس مع دي يا واحد. حصلني بالخمسة سنتي يا حسن. بعد اذنك يا حياتي، مأمورية صغيرة وهرجع لك على طول. انا مراقباك من هنا، اوعى تروح كده ولا كده. وانا استجري. شاو. عايز السياحة تودينا في داهية؟ يلا ارجع اوضتك فورا. ليه؟ عشان تاخد الحقنة التانية. مش هاخد حقن. اتفضل، ادي اقرار كتبته على نفسي، انا مسؤول عن كل اللي يحصل. جرى ايه يا استاذ؟ احنا هنهزر؟ ما ينفعش، كان لازم تكتبه قبل ما تاخد الحقنة الاولانية. شوف، مش هاخد حقنة وحصرخ والم عليك البلاش، ولو اصريت هلم الشنط وانزل سوهاج تاني واصيف في سوهاج. مش عايز حقنة. هي طب اصرخ بقى كده ووريني هتعمل ايه. اهو. ها بعدين وهيفضل قاعد لنا طول النهار؟ انا عارفه ايه اللي صحى النهارده. مفيش فايده، نقابلهم بالليل. يلا يا بنات تعالوا معانا. يلا على فين؟ انتوا مش شايفين قاعد لنا ازاي؟ ما تخافوش، نام. هيصحى دلوقتي، وهتحصل مصيبه لو ما لقناش. هيصحى الزنادي حتى شوفي. طبيعي لو نحب ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقت قلبه جاية من اليمين يبقى قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يبقى قلبه مش طبيعي مش طبيعي. شيء طبيعي لو نحب ده شيء طبيعي، عمر ما حد يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقة قلبه جاية من اليمين. يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي. حد يهرب من ربيعه ومن شبابه، حد يهرب من حبايبه ومن صحابه، اللي يبقى الورد جنبه ولا يشوفوش يبقى ايه؟ مش طبيعي. واللي يبقى الشهد جنبه ولا يدوش يبقى ايه؟ مش طبيعي. والف مرة مش طبيعي مش طبيعي، الف مرة مش طبيعي مش طبيعي. شيء طبيعي لو نحب ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقت قلبه جاية من اليمين.
طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي. الطيور بتحب بعض في العلالي، والقمر عاشق بيسرح في الليالي. كل دي همسات عشان المحرومين ولا ايه؟ شيء طبيعي، يعني لما نحب نبقى معذورين ولا ايه؟ شيء طبيعي، هو ده الرد الطبيعي الطبيعي، هو ده الرد الطبيعي الطبيعي. بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. في ناس بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. ده مفيش موسم للحب، 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 ده مفيش. صباح الخير. صباح النور. معانا الليله دي ان شاء الله؟ طبعا. مش هتسافروا معاهم؟ مع مين؟ الجماعه اللي في الشاليه اللي جنبنا، مش قرايبكم؟ ايوه قرايبنا. والله دي حاجه تزعل خالص. الاستاذ اسامه قدم شكوى في المحافظه امبارح، والنهارده راح يجيب قرار بطردهم من المنطقه. ليه؟ الا ليه؟ يبقى انتوا مش قرايبهم بقى. لا مش قرايبنا، دول مجرد صحاب عرفناهم هنا. مالهم؟ دي الناس كلها مالها سيره الا هم. يا ستي دول شويه مجانين ومعاهم واحد دكتور وواحد تمرجي، جايين من الخانك عشان يصيفوا هنا. الظاهر نظام جديد عاملينه في الخانك. يا نهار اسود، اتاري كنيدي بيقول لي انا بحبك بجنون. هم عملوا حاجه في حد؟ دول عملوا اللي ما يتعمل، دي المحافظه مقلوبه من امبارح. يعني هم خطر للدرجه دي؟ اصل المجنون ده ما تضمنوش يا ست هانم، ساعات يبقى ظريف قوي فعلا، وفي لحظه ممكن يذبح اللي قدامه. عموما احنا علاقتنا بيهم سطحيه جدا، من بعيد قوي، يا دوب على قد صباح الخير. باي. دي مفاجأة الصيف، أول شاب أحبه يطلع مجنون. أنا هشوف ماجي. راوية راوية زينب، مفيش حتى صباح الخير. كنت فين يا روحي؟ ظريف قوي يعني. ده البيت اللي هنقعد فيه؟ ليه كده يا احمد؟ بتهدوا ليه؟ ارجوكي مفيش داعي للرقه دي، خليها للدكاتره والتمرجيه. ايه اللي بيتقال كمان؟ مفيش داعي تشغل نفسك بالحكايه دي، انت عارف الناس بتعمل من الحبه قبه، انا بدافع عنكوا في كل حاجه. كتر خيرك. انا شاكر عاطفك علينا. صدقني يا احمد، ده مش عاطف. انا بحبك فعلا ولازم اقف جنبك مهما حصل. ده كلام صيف. ده كلام من كل عقل. كل قلب. أنا مش عايز حد يعملني برقة لأنه عارف إن عالي في حاجة. عقلك سليم 100%. بقالك يومين بتعامليني برقة زيادة عن اللزوم. عشان بحبك. بتحبيني ولا عشان عرفتي؟ يا أحمد أنا عارفة الحكاية من ساعة ما ركبت معاكم وإحنا جايين من مصر. ما تنساش إن معايا دبلوم تربية وعلم نفس. وأي إنسان في الدنيا معرض إنه ياخد انهيار عصبي ويشفى منه. رايح فين؟ رايح الشاليه. عاوز أقعد مع نفسي شوية. همشي معاك. أرجوك يا ماجي خليك أنت. مفيش داعي تسوقي سمعتك على البلاش. مفيش داعي الناس تشاور عليك وتقولي بتمشي مع المجنونه اهي. تعرف يا احمد ايه هو الجنون الحقيقي؟ اللي الناس بتعمله فينا ده. لا يا احمد، الجنون الحقيقي ان الانسان يرفض الحب او يتخلى عن الانسان اللي بيحبه مهما كانت الاسباب. حقيقي يا ماجد انا مضطرب شويه وعايز امشي لوحدي. اسمع، لو ما عرفتش اقنعك بالعقل اقنعك بال لا موافق. مالكم؟ ايه؟ شوف بقى، احنا هنرجع مصر دلوقتي وهندخل المستشفى التاني ومش هنخرج منها ولا بالبوليس. انتوا لكم كابور
فلوس تاخدوها وبس. ما دام دفعنا ثمن العلاج ما حدش له حق يخرجنا من المستشفى. عايز ارجع المستشفى حالا. ياي. حسن. نعم. ايه اللي حصل؟ الظاهر والله اعلم البنات اللي بيحبوهم عرفوا. عرفوا ايه؟ يظهر واحد وحش فهمهم حاجه غلط. وانتوا قررتوا ايه؟ انكم تستسلموا؟ انا عايز افهم، انتوا رجاله ولا حاجه تانية؟ الراجل مهما حصل له لازم يقف على رجليه. انا عايز ارجع المستشفى حالا. رجعوني المستشفى حالا. ابني ابني حبيبي. اهدى ما اهدى. خلاص كوره كوره. شوط يا جبان. مالكوا يا اولاد؟ ابوكوا ضربكوا؟ طمط، انت عارفه الجماعه دول يبقوا مين؟ جماعه مين؟ وهو في غيرهم بتوع البيئه. اه عارفه. وما انت عارفه ما قلتليش ليه؟ تسيبينا كده نقع مع شويه مجانين؟ والله ما عرفت الا امبارح، ولما قلت لماجي ما همهاش. يعني احنا بس اللي ما نعرفش، وحضرتك برضو مش همك زي ماجي وقاعده مع واحد منهم. لا بقى، حسن حقنا مالوه، ده مش منهم. اه ده يعتبر المشرف عليهم. افرضي كان موتوا حد فينا كان يبقى كويس. طب وانا مال انا؟ هو انا اللي جننتهم؟ حد ضربكوا على ايديك وقال لكم حبوهم؟ اما بنات مهاويش صحيح. يا مراهقة بسرعة أرجوك، أحسن يكونوا دبحوا حد في المنطقة. بسرعة. صباح الخير يا ديدي. أهلا. إيه مالك يا روح؟ ماليش أبدا، ده أنا طبيعية جدا، أنا ما اتغيرتش من ناحيتك أبدا، أنا زي ما أنا. إيه ابعد إيدك، عايز تعمل إيه؟ أنت مش طبيعية أبدا النهاردة. مالك يا روح؟ انا كويسه قوي، بس ابعد انت عني. يبقى لازم عم عبد الحفيظ بيراقب بقى. اتضح ان عنده حق، ابوه خايف على بناته يقعوا في حد كده ولا كده. حد كده ولا كده يعني ايه؟ حد مجنون مثلا. يظهر ان حصلت مسائل. هتعمل ايه بالازازه؟ ولا حاجه يا مديحه. هتضربني بيها؟ مديحه. مديحة علي. مديحة علي. مديحة ده معقول؟ هتعملوا ايه يا مجانين؟ انا مديحة. مش وقت تخش. ادخل يا احمد ادخل. حقونا. ايه في ايه؟ هجوم، المصيف كله هجم على الشاليه. ليه؟ الظاهر الناس اتجننت. استنوا انا هتصرف. ما حدش يقرب من الشاليه. اعقلوا، احنا كلنا مسلحين ومعانا ذخيرة تخلينا ندافع عن الشاليه من النهاردة للسنة الجاية. كده عمروا المدافع وما تضربوش الا ما اقول لكم. ايوه اعقلوا كده. ابعتوا لنا بقى وفد نتفاهم معاه. بوليس. بوليس، حد فيكم عمل حاجة؟ محمد اطلاقا لا. جنيدي انا بريء. مدحت مدحت كلمني بصراحة، انت غنيت لحد النهاردة؟ الموقف ما استعملش الهزار يا احمد، لازم تاخد المسألة جد. جد؟ أنت بتصدق إن في حاجة جد يا دكتور؟ أنا سمعت إن الأستاذ أسامة قدم ضدكوا ضدنا شكوى. ألو ألو ألو، اسمع كل الناس، اسمع كل الناس، كل السادة المصيفين يبعدوا عن الشاليه. إدارة الأوتيل مش مسؤولة عن أي حاجة تحصل لهم. ألو ألو ألو، اسمع كل المجانين اللي في الشاليه.
اذا كنتوا فاكرين نفسكم مجانين فانا 60 مجنون. اسامه ضابط الامن بالفندق بيتكلم. الو اخرجوا رافعين ايديكم لفوق. اي تصرف جنوني حاضره في التليفون. فاهمين ولا مش فاهمين؟ استاذ اسامه اللي بتعمله ده هو التصرف الجنوني. نعم من فضلك ده شغلنا احنا. طبعا من فضلكم بلاش اللمه دي. من فضلكم بلاش اللمه دي. اتفضل. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ احنا اللي بنسال في ايه؟ الاستاذ اسامه مقدم شكوى ضدكم بيقول ان في اعمال جنيه بتحصل. سياده النقيب انا برفض الكلمه دي. مين حضرتك؟ انا دكتور نبيل عبد الهادي. المجموعه اللي معايا دي اعلى من الاستاذ اسامه ده 1000 مره. على كل حال حصل خير، ممكن نتفاهم بهدوء، مفيش داعي للعصبيه. يلا بينا على الاوتيل. والعالم المجانين اللي بره دول ممكن يقطعونا. والله العظيم الواحد يشط فهم ولا يحصل يحصل. انتوا هتخرجوا في حمايتنا. يلا. ايه طب يلا خلاص يلا بينا. اقعدوا بالعافيه وانتوا كمان. علينا نعم احنا مدفوعين زومبا. ان شاء الله مفيش حاجه. لا بطيئه يا دكتور ان شاء الله. طمن لو حد اتصل بيا انا في البيت. مفيش حاجه ابدا باذن الله باذن الله مفيش حاجه. بسيط اطلع اطلع يا جماعه اطلع. اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل يا فندم اطلع يا فندم. حاضر. غلطه كبيره قوي اللي انتوا عملتوها دي. في فرق ما بين المرض العقلي والمرض النفسي. وافرض انهم تعملوا فيهم كده انتوا ايه؟ مفيش انسانيه؟ انا كنت خايفه منه وبعدين ده شيء مش سهل بالنسبه لي. اول حب في حياتي اتصدم فيه بالشكل ده. طب وقفوا جنبيهم دول خلاص خفوا في مرحله النقاهه وبقوا طبيعيين ولا انتوا عايزين تتجوزوهم على الجاهز؟ يا ماجي الجواز مسؤوليه كبيره هيبقى فيه اولاد. عايزه اولادنا تبقى عقولهم ترلالي؟ والله ما في حد عقله ترلالي الا انتوا. عندها حق. احنا اتصرفنا بنداله. انت بالذات يا مديحه ما كانش لازم تعملي كده. انا اسمعوا في كل مره لما كنا بنتعرض للمتاعب ما كناش بنقاوم كنا بنستسلم. المرة دي مش هنستسلم. مفيش مستشفى تاني. أنا عن نفسي مش هستسلم. حياتي دلوقتي فيها حاجات جميلة. لازم أحافظ عليها وأدافع عنها. ومهما كانت الدنيا شرسة هكون أشرس منها. ها أيوة يا سيدي. في إيه ضدنا؟ فعلا. أنا عايز أعرف إيه اللي عملوه. تلك حين تتكلم يا دكتور؟ مش حاسس بمسؤولية اللي عملته؟ جايب لي شوية أستاذ أسامة. مفيش داعي الكلام اللي يعاقب عليه القانون من غير نرفزة. ايه الواقعة بالظبط؟ ايوه مش عايزين شائعات. خلي كلامك محدد. اتفضلوا اتكلموا. ثلاثة منهم كانوا بيلبسوا لي ستات ويجوا عكسوني بالليل. مين فينا؟ قوم تعالى حقق فينا كويس. وريني رجلك الاول. ايه يا اخويا ده؟ ما تحطش ايدك عليا. قطعت. طلع لهم امتى ده؟ لا مش دول. التانيين كانوا زي لقطة القشطة. الله يرحمك يا أما. الأفندي ده والأفندي ده. أنت ما تقوليش الأفندي ده والأفندي ده وتعمل لي مولد. اسمع يا أستاذ أسامة. أنا هسألك سؤال وعاوزك تجاوبني عليه بضميرك يا شيخ. اتفضل. الأستاذ عبد الحفيظ مش نازل فول بورد؟ أيوه. متأكد؟ على يدي. طب أنا هسأل حضرة الضابط سؤال تاني. حضرة الضابط بذمتك أول بلد تطبق نظام التأمين الصحي الشامل مش اسكندرية؟ أيوه. طب قول له. ده حقيقة يا أستاذ عبد الحفيظ. أمر لله. أنا آسف ما كنتش عارف. والاربع موتوسيكلات اللي سرقتوه؟ لا دي اشاعه يا فندم.
جات لك شكوى من حد ان في موتوسيكلات اتسرقت؟ لا. غيره المايوهات يا كابتن. فعلا الواقعة المحددة هي سرقة المايوهات. حضرتك شفت حد فينا سرق مايوهات؟ هيكون مين يعني؟ هيكون مين؟ واحنا مالنا يا اخي؟ ما تروح دار عليه. مش احنا اللي سرقنا المايوهات. امال مين؟ ابويا؟ مش هم يا استاذ اسامة. المايو ده انا اشتريته امبارح، وادي الفاتورة بتاعته. اللي سرق المايوهات مش حرام، اختفاء المايوهات مش حادثة سرقة، عشان كده هي مش من اختصاص الشرطة، دي حالة مرضية يعني من اختصاصنا احنا. ده نوع من الانحراف النفسي البسيط، اذا ترك من غير علاج ممكن يؤدي لمضاعفات خطيرة، لكن في المرحلة دي ممكن علاجه بسهولة. لما بدأت المايوهات تختفي اهتميت بالمسألة دي جدا، واستبعدت ان اللي سرقها يكون حرامي، وبدأت ألاحظ كل نزلاء الأوتيل من بعيد. الشخص المصاب بالانحراف منعزل عن الجنس الآخر نتيجة عقدة إحساس بالذنب، عنده تثبيت على مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى كبت قديم وحرمان طويل، ولذلك وبلا شعور هيربط بين المايو وبين الجسم البشري اللي هو محروم منه، وعشان كده بيحاول إنه يمتلك المايو اللي بيتحول في تصوره الى جسم امرأة. ولذلك لو لاحظتم حضراتكم هتلاقوا ان في واحد من الموجودين لا يستطيع السيطرة على اعصابه في مواجهة المايو، او بمعنى اصح ما يمثله المايو اللي هو جسم المرأة. كلكم بتقعدوا عريانين على البلاش، بتتعلموا مع البنات من ابتدائي للجامعة، وتقعدوا معاهم في كل حتة، وتستكتروا علي حتة مايو. حرام عليكم، ده ظلم، ده ظلم. ما يصحش يا استاذ. بابا بابا. بس يا بنت التوهية، هتقول المايو ده؟ هات المايو ده. ما يصحش يا استاذ. هات المهندس. الله الله الله، يخرب بيتك على الحفيظ. ابو عبدوني ورا، هاتوه دلوقتي بقى من الاتصال. فين يا عم؟ بس اهو على النبي، هاتوا هاتوا اهو مسكتم الحرقوق اهو. تعال اهو. هات وجنيني اهو اهو اهو. شيلك هاتوا لي ليفه وصابونه. هاتوا لي ليفه وصابونه. روق روق، انا رايح ايطاليا. خير ان شاء الله. خد نفس فيز، خد نفس فيز، خد نفس. ايوه ايوه، حفوفه. اقعد على بطنه، اضغط. اقعد انا يهمني. الحمد لله على السلامة يا عمو. بابا بلغنا حسن عندك يا بابا. تشرع علينا. يلا احنا جماعة. بابا اتكلم يا بابا. عن اذنك. انت بعد شرع يا بابا. بعد بشرع عليك يا بابا. حقك عليا، ظلمتك معايا، اتضح انها مش سرقة، ده انحراف عقلي. انا اللي كنت قافل مخك ومورطك معايا. ايه؟ عايز تفهمني انك كنت عارف من الاول؟ يا شيخ تنيل ما تزعلش، ما تزعلش مني. ماجي انا متشكر قوي، وقوفي جنبي خلاني احس اني اكبر من الدنيا نفسها. يعني هتدفع 375 جنيه مهر، و125 جنيه شبكه، و550 خلو. ان شاء الله يكون 1184 في 175 على 124 ومعانا الواحد. ان شاء الله استلف لها واحد من اللي جنبها. مفيش داعي للاحساس بالخجل، ده مرض بسيط جدا هيتعالج منه بسهوله، بس انتوا خليكوا جنبه وهو هيخف، هيخف ان شاء الله. مدحت
كده هيفقد الثقة فيك واعمل معك اللي عملته. أنا آسفة يا مدحت، آسفة. مديحة، الحب ما فيهوش آسف أبدا. سليمة الحمد لله، طلعت لك مني وجع 20 صفيحة مية. كان هيغرق مني بس أنا سديت عليه الزاوية الشمال. جنيدي، أنت لازم تنزل مصر حالا. ليه؟ أنا قريت صفحة الرياضة النهاردة، لقيتهم رجعوك الفريق تاني. راوية جنيدي، أنت سنت حياتي. دقيقة وخمسين ثانية من ساعة ما نطيت في المية لحد ما وصلت لبابا. فاضل تمرين واحد، لما يجرأ تاني هوصل له في دقيقة. الدنيا صحيح يظهر حلوة وما احناش حاسين، الجو لذيذ والهوا يسكر والناس حلوين، والسما مفروشة عالمالح تروت ياسمين. إذا كان ده كله مش لينا كان يبقى لمين؟ 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 كان يبقى لمين؟ 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 لمين؟